الآن ينضم إلينا عبر تطبيق سكايب من نيويورك الكاتب والمحلل السياسي أحمد محارم. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، مساء الخير أستاذ أحمد. لا أملك إلا أن يعني أعجز عن ضبط ابتسامتي، لأنه مئات المسيرات، أين كانت جهات الأمن في الولايات المتحدة الأمريكية وهي التي تباهي بأنها ترى دبة النملة السوداء على الصخرة الصماء؟ يعني نعم، مجلة بوليتيكو يعني هي والفورين بوليسي لهم أهمية في الوسط الأمريكي، ولكن هذه المرة أعتقد أن لم تكن حصيفة بوليتيكو كمجلة لها رصانة أنها تتكلم في موضوع شوية يعني يثير مش علامات الاستفهام، علامات التعجب، أن الولايات المتحدة الأمريكية بكل قواها العسكرية والأمنية والاستراتيجية عندها من الوسائل أنها تحمي أمنها القومي. معروف طبعا منطقة البيت الأبيض، منطقة فلاي زون ريستريكتد يعني، وبالتالي ده يا ريت يا أستاذ أحمد البيت الأبيض وحده، نحن نتحدث عن الكابيتول ونتحدث عن البنتاغون، يعني المفاصل الرئيسية في جسد الدولة الأمريكية. صحيح. هل الصين ما عندهاش طريقة تتوصل لمعلومات أو لبيانات عن الأماكن الحساسة دي إلا من خلال المسيرات؟ أيوه. أعتقد شايف في مبالغة في الموضوع، أو أنه يظهر في التوقيت ده لأسباب معينة. الأقمار الصناعية اللي بتدور العالم ومنها أقمار صناعية دبت النملة بيشوفوها، لكن أن يثار مثل هذا الكلام في مجلة يفترض أنها رصينة بوليتيكو في الوسط الأمريكي شوية بتثير علامات استفهام. هل إحنا بنحدف على الصين؟ طيب هل المسيرات دي مش في طرق للتحكم فيها؟ في بعض الكلام اللي مكتوب في الصحف الأمريكية هنا أن في أنظمة تشويش تكنولوجية أمريكية تعطل طرق التصوير حتى لو في هذه المسيرات البسيطة الصنع، لكن الخبر نفسه يتحط بالشكل ده مجرد بنحدف على الصين، يعني جملة من الاتهامات. الواقع الأمريكي بيقول أن لو الصين عايزة تتجسس على أمريكا عندها أكثر من طريقة، أكثر حرفية وأقل يعني اكتشافا. فحكاية المسيرات دي يعني الأطفال الصغار دلوقتي بيشتروا من المحلات مسيرة بحدود $100 $200، واحنا مش بعاد عن حدث من كام شهر ان البيت الابيض توقف عند مسيرة معينة، ولما اكتشفوا ان اللي بيشغلها او شاب كان هاوي وعملوا معاه تحقيقات، يعني ما فيش دبة نملة بتقوم حوالين البيت الابيض الا ويكون لها ريستريكشنز واسباب امنية للتوقف عندها. اعتقد كتابة مثل هذا الموضوع في التوقيت ده يمكن المجلة او الذين اوصلوا الخبر للمجلة لهم وجهة نظر معينة، لكن مش بالبساطه دي ان الصين تعتمد على مثل هذه المصادر البسيطه والمثيره للجدل واللي بتتشاف بالعين واللي بتثير الجدل، انها بتحك انف المجتمع الامريكي او القيادات الامريكيه، يمكن نحطها في هذا الاطار. صحيح، وتدفع الراي العام الامريكي للمزيد من التوجس تجاه الصين وربما كراهيه الصين، وهذا ليس امرا طيبا في كل الاحوال. حدثني عن التشريع في الولايات المتحده الامريكيه بشان اداره وتسيير المسيرات في اجواء امريكا وخصوصا في الاماكن الحساسه يا استاذ احمد. نعم، هذا هو السؤال الهام واللي فعلا بدأوا يتكلموا فيه، ان التشريعات من وقت للآخر بتتعامل مع الموضوع لانه في شركات ومؤسسات تجارية وخدمات. انت عندك في ناس مطاعم بتعمل دليفري، امازون بيعمل دليفري لبعض الحاجات قدام باب بيتك، بتوصلك حاجة عن طريق احدى المسيرات. بعض الشباب برضو كنوع من الهواية او المسائل الرياضية او الفنية، يعني قصة المسيرات اذا كنا هنعتمد عليها كجانب امني او سياسي او يعني في تكنولوجيا النهارده غريبه الشكل، ولذلك من وقت للاخر بيطالبوا دلوقتي ان في تشريعات اعتقد في مجال دراستها هتحد او هتحمل مسؤوليه. وحاليا المسؤوليه بتتحمل على مين؟ على الشركه الصانعه، الشركه دي جي اي دي بتاعت الصين اللي هي بتصنع هذه الطائرات، بتحط عليها علامات اخرى تجاريه لشركه او لمجموعه شركات اشترت منها المسيرات دي. ومن هنا قد يكون مسألة إن أنا بعت لك طيارة، أنا بعتها لك كقطعة تكنولوجيا. أيوة. لكن المسؤولية تشغيلها على مين؟ على الشخص أو على المؤسسة. ففي الحقيقة جدل ناحية موضوع التشريعات، يمكن في المستقبل القريب يكون في إعادة نظر إن التشريعات لا تترك شاردة أو واردة إلا تؤمن الداخل الأمريكي كأمن المواطن. لكن ماذا عن الأماكن شديدة الحساسية كالبيت الأبيض والكابيتول؟
هل يستطيع أي غلام أمريكي أنه يدفع بمسيرته في أجواء هذه الأماكن، أم أن هناك ضوابط من نوع ما أستاذ أحمد؟ أكيد الضوابط محطوطة في القواعد وفي القوانين، لكن إذا اخترقها شخص جاهل أو شخص ناوي أنه يعمل أي نوع من الشهرة، الأجهزة دي أو الأماكن دي أعتقد عندها ما يساعدها من أنها تعمل أي تشويش، إما المسيرة لا تقترب، أو لو اقتربت لا يمكن أن تصور بدقة، أو أنه يتم اعتراضها. فيبقى التأكيد أن هناك لكل رد فعل، ففي من التكنولوجيا الأمريكية ما يمنع اختراق مثل هذه الأماكن حتى لو بمسيرة صغيرة. الحقيقة لا أدري ما إذا كان قد وصل إليك الرد الصيني، لأنه وسيلة إعلام واحدة صينية على الأقل قالت أنه إذا كان الأمريكيون يتحدثون عن ذلك فمرحبا بمسيراتهم في بكين. التهكم واضح يا أستاذ أحمد. فعلا هو التهكم واضح، ولكن المعنى كمان أنك بتتكلم في دولة فيها مليار وربع ودولة فيها 300 مليون، يعني ممكن في يوم من الأيام الرئيس شين لما يستقبل الرئيس بايدن يقول له هات معاك الناس بتوعك، يعني فين المسيرات اللي هتحصل تصور دي؟ فيها نوع من التهكم طبعا. صحيح. سيدي الكريم، أشكرك شكرا جزيلا، الأستاذ أحمد محارم الكاتب والمحلل السياسي.